السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي انا عايز اعمل موقع بتاعي، محتاج ايه؟ محتاج حاجتين في الاول. اول حاجة ان انا احجز الاسم، وتاني حاجة ان انا الاقي سيرفر ارفع عليه الحاجات. انا ممكن ارفعه على الجهاز بتاعي، يعني ممكن الموقع كله يكون السيرفر بتاعه على الجهاز بتاعي، لكن لو انا قفلت الكمبيوتر وعملت شت داون الموقع كده وقع ما بقاش موجود. فالافضل ان انا بحطه على سيرفر خارجي اقدر ان انا استعين بيه. طيب احجز الموقع ازاي؟ ممكن في مواقع بتبقى الحجز الاسامي، وفي ممكن تروح للموقع اللي انت هتأجر منه المساحه وتقول له انا عايز اخد موقع بالاسم الفلاني، فيكون الموضوع اسهل بكتير. طيب خلينا نشوف الاقتراحين دول. طيب انا دلوقتي محتاج ايه؟ محتاج ان انا افضل سيرفر احط عليه ملفات. طيب هاجي هنا واقول له بيست سيرفر، هوستنج سايت، تمام. ابعد عن دول. ليه بقى؟ غالبا دول بتكون مواقع مدفوع لها فلوس، ماشي. طيب من المواقع كويسه اللي هو بلو هوست، ماشي، ده موقع انا عارفه. مثلا بلو هوست من المواقع المحترمه وتلاقي عليه حاجات كتيره كويسه. طيب في ايه تاني؟ في جاست هوست برضو من مواقع كويسه. خلي بالك ان انا ممكن واحد نصاب اروح اعمل موقع واتفق مع مواقع ان انا هجيب لكم زباين، هجيب لكم ناس تعمل عندكم في مقابل فلوس، وانا هقول ان انتوا احسن 10 سيرفرات. فلما بتدخل على كل واحد فيهم ساعات بتلاقي قوائم مختلفه تماما، مفيش ولا حاجه مشتركه، تمام. فاحنا عايزين نشوف احسن حاجه. احنا قلنا اللي هو بلو هوست دوت، تمام. بص هنا الاسعار، فبتلاقي في حدود $10 في الشهر، تمام. بس بيديك ايه؟ بيديك الويب ستورج 100 جيجا، بيديك بيبقى محمي، بيبقى فيه دعم فني. انا جربت دعم فني بتاعه كويس، بيرد على طول. طيب بنرجع لجوجل، الهوست جيتور ده كويس، الاي بيج كويس، اي 2 هوستنج، الموقع دي كويسه، تمام. ممكن تقول له عايز كمان، فبيبدا يجيب لي الموقع ديت. طيب انا حاليا مستضيف الموقع بتاعي على جاست هوست، تمام. انا مش مستفيد اي حاجه من ان انا اقول لك على الموقع ده او الموقع دوت، تمام. طيب جاست هوست، طيب بالمرة خلينا نروح لشات جي بي تي واقول له ايه افضل موقع للاستضافة، ما افضل مواقع للاستضافة. بلو هوست دوت اللي انا قلت لكم عليه، وفي سايت جراوند، وفي هوست جيتور ده اللي قلنا عليه برضه. فاللي جاب هنا كويس، تمام. طبعا بيختلف من حاجة لحاجة، لكن دي أفضل مواقع ممكن تستفيد بيها في إن أنت تستضيف الموقع بتاعك. طيب خلينا نشوف مثلا دوت هنا، في دعم فني، الدعم الفني بتاع أول ما بتتكلم بيرد عليك على طول، فدي حتة كويسة فيه. طيب أنا دلوقتي بقى عايز أعمل حساب، ممكن تقول له لوج إن وتشوف بقى هتعمل حساب إزاي، أو تقول له أنا عايز جيت ستارت ناو، فبيقول لك ان انت ممكن تبدا ب $4 في الشهر، او ب $7 في الشهر، او ب $7. طبعا في فروق بينهم بتبقى حاجات زي المساحه زي كده. بس هنا مثلا هو مديني 10 جيجا، فانا شايف ان البيزك ده هو اللي مناسب ليا، ولو احتجت هو بيقول لي ادفع فلوس. هنا بقى جه اختيار الاسم، لا اختار بقى الاسم اللي انا عايزه، وسواء بقى دوت كوم او 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 تقدر تقول له انا عايز اي حاجه. خلينا مثلا نجرب تك، كان هو مثلا موقع تعليم، فاقول له كيدز، انا نشوف هل فعلا في موقع زي كده ولا لا. طب لو مفيش هو هيبدا يقترح عليه الاسامي. طب لو انا عندي اسم اصلا انا حاجزه، بيقول لي ان انت ممكن اي هاف ا دومين نيم، انا عندي الاسم ده، انا عندي الاسم اشتريته خلاص، فبديله الاسم اللي انا اشتريته لو انا اشتريته من اي موقع،
ويبدا ان هو يربط الموقع ده باللانشي بياخد منه المعلومات الشراء. فالاسهل ان انا لا ده انا جاي وعايزك انت بقى تعمل الاسم. فبيقول لي سجل الدخول بتاعك عشان يتحجز باسمك. طيب انا هسجل من خلال جوجل اسهل اسرع. فهو خد المعلومات اهوت الدوله كل المعلومات دي. المعلومات دي لازم كلها تكون صحيحه لان هيبعت حاجه اتاكد منها لما اجي اشتري هدفع فلوس بالفيزا. الحاجات دي كلها لازم تكون صحيحه. تمام. طيب هقول له هدفع بالباي بال. بيقول لي الستريت نيم سيتي. هو جاب لي الحاجات ديت. بص ايجيبت كيدز مثلا ده $5,000 في السنة. ليه الاسم الناس كده بتدور عليه؟ بس دوت اورج هيبقى $9 في السنة. ده حجز الاسم غير السيرفر. السي او بيبقى ب12 وهكذا. بتلاقي بيبدأ يقول لك كل امتداد ممكن يبقى ايه. وبعد ما يخلص الناس كلها يقول لك والله طب انت بقى لو عايز مش ايجيبت كيدز، ايجيبت كيدز 10,000 5,000 جنبها كلمة. فيبدأ يجيب لك الاسعار كلها. انت بقى تبدأ تختار اي اسم اللي انت عايزه. مجرد تدوس عليه خلاص هو هيبدأ يحجز لك الاسم ده. مثلا هبيع ملابس مثلا ايجيبت كيدز دوت كلوزنج. ممكن تقول له مثلا شات. حسب بقى ما انت عايز هو بيبدأ يجمع لك في السلة بتاعتك الحاجات اللي انت عايزها. ماشي. بيلدينج السلة هنا بدأ يجمع فيها الاسامي اللي انت حابب ان انت تحجزها. طيب خلينا اقول له جو تو تشيك اوت. هيقول لي بقى عايز تشيل بالباي بال ولا بالكريدت كارد. طيب لو انت عايز تشتري، عايز تشتري كام سنة مثلا؟ سنة سنتين تلاتة. يبدأ إيه يجيب لك الفلوس اللي هتدفع قد ايه. تمام. وهتقول له بروسيس اوردر وتسجل ان انت دفعت الفلوس دي. تبدأ يسحبها من الحساب بتاعك. تمام. يبقى احنا كده اشترينا الموقع وهيبدأ ينزل معايا في هنا الموقع. خلاص انا بقى لي حساب، بقى ليه دومين، بقى ليه ماي سايت، بقى ليه حاجات كتير جدا موجودة. هنا دومين فهتلاقي اقدر ان انا اعمل له مانج بحيث لو انا عايز انقله على سيرفر تاني او عايز ان انا الغيه او كل الحاجات دي اقدر ان انا اعملها مانج. اقدر اعمل رينيو ناو. طيب بعد ما بقى ليه حساب والكلام ده على جاست هوست وعلى برضو بلو هوست وعلى موقع كتير جدا نفس الفكرة نفس كل حاجة. بقول له كرييت سايت. بيقول لي عايز تستخدم البيلدر ولا الورد بريس. انا مفضل الورد بريس لانه سهل في التعامل. وهتقول له بقى الاسم اللي انا عايزه مثلا ايجيبت كيدز. مثلا عايز تعمل حضانه، عايز تعمل كذا. فبيقول لك التاج لاين عايز تكتب ايه هنا. هقول له مثلا ايجيبت كيدز اهي. ان بقى لو في عايز تكتب ايميل معين، عايز تعمل ادمن ويوزر نيم زي ما انت عايز براحتك. وهتقول له نيكست. الورد بريس سهل جدا في التعامل. فبيقول لي بقى عايز تحطه على اي سيرفر. تمام. ممكن اقول له مثلا عايز الدومين يبقى بيم اريبيا والدايركتوري يعني حاجه فرعيه مثلا اسميه مثلا عمر، اسميه ايجيبت كيدز مثلا. يبقى انا هعمل بيم اريبيا دوت كوم ايجيبت كيدز. او هختار ايجيبت كيدز اللي انا عملته واشتريته مثلا. مثلا عندي ايجيبت ليفنج دوت نت اهو. ماشي. خلاص انا اشتريته. فبقول له خلاص انا عايز الموقع ده يبقى بالامتداد دوت من غير دايركتوري. كده هو هيسطب على الموقع اللي اشتريته. تمام. ودي ادنس مجانيه هيضيفها لك عشان ايه تنظم لك المدونه بتاعتك او الموقع بتاعك. بيبدا يديك معلومات عن الترافيك اللي موجود، الزوار إيه وهكذا. خلاص كده انت بقى عندك الورد بريس وتقدر تدخل تعدل فيه عادي بدون اي مشاكل خالص. طيب هو ياخد دقيقه على ما يبدا ان هو ينشئ الموقع. اول ما ينشئ الموقع هتلاقيه هنا في الماي سايت. هيبدا يظهر لي هنا ويبدا ان نتعامل معاه. طيب خليني ادخل كده على الموقع من الموقع الموجوده. تمام. ده هنا بقى بيديني امكانيه ان انا اشوف الموقع بتاعي، اشوف اذا كان فيه باك اب موجود ولا لا، الاداء، السكيورتي، البلاجن. ساعات بتحصل مشكله في الموقع ومش قادر يفتح، بيكون فيه بلاجن فيه مثلا ابديتد مش متوافق معايا حاجات زي كده،
فباجي بقفل البلجن، باجي اقول له لا اقفل البلجن ده شويه تمام، وافتح الموقع فاشتغل معايا، يبقى كده تمام زي الفل. اقول له لوج انتو وورد بريس، يبدا يفتح الوورد بريس. الوورد بريس سهل جدا، كانك فاتح مثلا فيسبوك وعمال تكتب وتقول له بابلش، او بتكتب ايميل وتعمل بابلش للناس كلها، بيكون سهل جدا. او انت مثلا ايه اللي انت عايز تعمله وعايز تكتب، فتقول له نيو وتقول له بوست، وتكتب العنوان وتكتب الكلام وتقول له ايه انشر المقال اللي انا كتبتها. فالموضوع سهل جدا جدا مع الوورد بريس، لكن ما فيش مشكلة، ممكن احنا نبدأ ان احنا نشرحه تاني بشكل مفصل. هتكتب العنوان هنا وتكتب الكلام اللي انت عايزه هنا، مثلا اي موضوع، بتكتب ايميل مثلا انا سعيد اليوم، ده مثلا عنوان، ساحكي لك ما حدث تمام. اللي هتكتبه بعد ما تخلص خالص هتقول له ايه بابلش، بابلش يبقى كده كل الناس هتشوف اللي انت كتبته تمام. من ضمن برضو الحاجات في البوست، ممكن انت تبدا تقول له ايه الفيزابيليتي، بابليك ناس كلها، البابلش دلوقتي ولا يستنى شويه، ممكن تاني يوم مثلا، ايه الكاتيجوري اللي هندرج تحتيها، عايز تحط صوره مخصوص لدوت. وطبعا لو انت عايز تحط صوره انسخ صوره وقول له بيست، هيبدا ان هو يحط لك صوره، او من ايمج هنا اختار ايمج وحط الصوره اللي انت عايزها، سواء من عندك من على الجهاز او من على الكمبيوتر. هتقول له بابلش، هتبدا الناس كلها تشوفها، بريفيو مثلا النيو تاب، هيبدا يفتح لي الحاجه لما تنشر هيبقى شكلها عامل ازاي. فالموضوع سهل جدا ولذيذ جدا يعني تمام. بيقول لي دي هتتنشر وهيبقى بالشكل دوت، والناس كلها تقدر انها تشوفها. طيب غير بقى ان احنا نعمل بابلش لحاجه جديده، تعالى نرجع تاني. عندي هنا مثلا البوستات، لو انت عايز تشوف البوستات اللي كتبتها قبل كده يقدر ان هو يعرضها لك كلها، تقدر تفتح اي واحد فيهم وتعدل فيهم، وهنا مثلا تقدر تلغيه. طيب وعندي بقى اهم حاجة appearance، لو انت عايز تختار شكل الموقع بتاعك او المدونة بتاعتك. بيجيب لك اشكال كتيرة وتقريبا كلهم مجانين تمام، تقدر تختار الشكل اللي انت عايزه. طبعا تقدر تقول له اد نيو، وممكن تحمل من عندك مع جهاز، او تعمل سيرش على حاجات تانية كتير، هتلاقي الاف الورد بريس اللي موجود، فيهم كتير مجاني، ولكن برضو لو انت عايز تشتري فيه حاجات جاهزة تقدر انت تشتريها. لو اشتريت وعايز ترفعها هتقول له ابلود زيم، يبدا يرفع لك الزيم اللي انت عايزه. وممكن تستعين بقى بأصدقاء ليك يخشوا معاك يعدلوا، اد نيو تضيف الايميل اللي انت عايزه، بلجن بيضيف لك بعض الادوات اللي تسهل عليك الشغل، توفر عليك وقت، دي كلها حاجات سهلة جدا توفر عليك وقت. المهم عشان ما تتشتتش، سهل جدا ان انت تعمل الموقع بتاعك وتديره وتشتغل. ولو في اسئلة تكتبوها لنا في الكومنتات.